مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ احنا لازم نتصرف في الكارثة. بس انا مش عارف افكر دلوقتي، مش عارف انا طلعت معاكي هنا ازاي ومش فاكر ان انا عملت حاجة اصلا. يعني ايه مروان مش فاكر؟ ولا انت بقى عايز تتهرب من المسؤولية؟ مش بتهرب ولا زفت، انا مش فاكر ايه اللي حصل، مش فاكر. انت قلتي لاهلك ان انت بايته فين؟ مفيش، كلمت مامي قلت لها ان انا عند واحده صاحبتي. طب امي البسي هدومك وانا هستنيكي تحت وهات الملايه دي معاكي. صباح مبارك يا حبيبي. قوم اعمل لك قهوه. خليك قاعد. هو ايه اللي حصل امبارح بينك انت وورا؟ انتوا مش سايبين بعض يا ابني؟ ايوه ايه اللي حصل بقى؟ انا طلعت معاها الاوضه ازاي؟ انت عملت امبارح سين ابن حرام. تقريبا الشوطين اللي انت ضربتهم دول قلبوا معاك بمحر. لقيتك رايحه مسكت ايديها وقعدت تقول لها عشان خاطري سامحيني. بلاش تزعلي مني. انا عملت كده؟ اه. بعد كده خدتها وطلعت فوق. وايه اللي حصل؟ انت شفتني وانا طالع معاها الاوضه؟ يا ابني وانا بس اللي شفتك؟ كلنا شفناك، حتى اسال جيو ولا اي حد من اللي كانوا موجودين. وانتوا ازاي تسيبوني اطلع معاها عادي؟ يا ابني انت حد كان عارف يسيطر عليك؟ انت كنت بايظ خالص. وبعدين هو احنا يعني اللي كنا فايقين؟ عامة ما تقلقش، ليلى مش هتعرف حاجه. انت مش فاهم حاجه يا لؤي. ابني في ايه فاهمني؟ هاي جبت الملاية؟ هتيجي نخرج كلنا النهاردة؟ يا ريت والله. انت بس توافقي وانا اخليكي تلفي الدنيا كلها. لا انا ماليش مزاج اخرج النهاردة، خليها مرة تانية. طب مش عايزة طب تغيري رأيي تفكري. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. صباح الخير. صباح النور مروان. نعم. كنت بعت فين امبارح؟ عند لؤي. لما انت قاعد عند صاحبك ما قلتش ليه؟ ولا انت مش عايش مع بني ادمين في البيت؟ ما قلتش عشان ما كنتش اعرف اني هبات. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ مالي؟ ما انا كويس اهو. انتوا اللي عاملين لي تحقيق على الصبح. انت بتكلم ماما كده ليه يا ابني؟ ما تقعد لطريقتك. بجد والله. وانت بقى يا حبيبي اللي هتعلمنا اكلمها ازاي؟ ايوه اعلمك تكلمها ازاي، ما اعلمكش ليه يا مروان؟ تعلمني ايه يا عم انت؟ بس يا هتخلق قدامي؟ مروان استني يا لينا. استنى مش هتخانق معاه والله، بس انا افهم فيه ايه. انت بتعمل ايه؟ هسيب البيت. ولا انت بس اللي مسموح لك تسيب البيت؟ يا ابني انا ما كانش قصدي اضايقك يا ابني، بس بعمل كده عشان قلقان على ماما. يا عم انا مش متضايق منك انت اصلا. امال متضايق من ايه؟ طب يعني انا عايز اسيب البيت شويه بقى، عايز اسافر وخلاص. سافر فين يا ابني؟ معرفش. طب ممكن طب تفهمني ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه.
ما حصلش حاجة ازاي يعني انت؟ ما انت قاعد بتخانق في دبان وشك من الصبح. ما تفكك مني يا عم بقى، ما قلتلك ما حصلش حاجة. طب ممكن تهدى، ممكن تهدى، ممكن تقف وتهدى كده وتسمعني؟ عايز ايه؟ استناني اروح اجيب شنطتي واجيلك. تعال فراك. يعني ولا جيتيلي ولا قلتيلي عملتوا ايه في الحفلة؟ كانت حلوة وحشة، عملتوا ايه؟ ماما انا عايز اقولك على حاجة. طب ما تقول. انا عملت حاجة يا حبيبي، ما تجرنيش وراك عيب كده، قولي رايح فين. اقعد يا مروان نتكلم. يا جماعه انا مش زعلان من حد، انا مسافر كام يوم، سيبوني في حالي بقى. طب ما تسافرش وانت عصبي. انا مش راجل وراك، بلاش تعمل العيال ده. يا جماعه انا مسافر معاه، ما تقلقوش، اول ما نوصل لاي حته اكلمكم. ماشي. طب علي تليفونك انت نسيته. طيب شكرا. كلمني. ها مروان استناني. مش وقته يا هشام، مش وقت انهيارات خالص، لازم نشوف هنلم الموضوع ده ازاي. نلم دلوقتي؟ بتتكلمي بصيغه الجمع يا نانسي؟ شفت استهتارك واهمالك وصلنا لحد فين؟ انت بتكلمني انا؟ ايوه انت، انت اللي اهملتي ولادك يا نانسي، واهتمتي بنفسك صحباتك وخروجاتك والنادي والهبل اللي انت عايشه فيه. لو كنت ام بجد ما كانش ده حصل لبنتك. لا انا ام، وام كويسه قوي كمان. ومش معنى ان بنتي ضعفت وغلطت غلطه زي دي ان انا مش مربياها، ده موقف اي بنت ممكن تتعرض له. لسه بتكبري ومش عايزه تعترفي انك غلطانه؟ ما انا ياما سالتك على بنتك وقلت لك حالها مش عاجبني وتصرفاتها مقلقه، تردي عليا تقولي لي مالكش دعوه انت، انا عارفه بنتي كويس، بنتي انتمتي وما بتخبيش عليا حاجه، وادي النتيجه يا هانم. انتي مش دريانه باي حاجه. كفايه يا هشام، كفايه، بدل ما انت عمال تأنب فيا، تعالى شوف هنحل الموضوع ده ازاي. حل؟ انا ما عنديش حل يا هانم. عايزاني احل الموضوع ده ازاي؟ اروح لراضي ومراته واترجعهم عشان ابنهم يتجوز بنتي اللي غلطت معاه. وتترجعهم ليه؟ ابنهم هو اللي غلط، ده شرف ليه اصلا انه يتجوز بنتي. كفايه، وبطلي النعره الكدابه اللي انت عايشه فيها. يبقى اسمه شرف يا هانم لما يجوا يطلبوا ايد بنتك وراسها مرفوعه، انما اللي احنا فيه ده اسمه عار وذل. المهم ان هما يتجوزوا وفي اسرع وقت، ومحدش يعرف باللي حصل، وهي شويه وقت وهما هينسوا واحنا كمان هننسى. منك لله يا نانسي، اليوم اللي كنت مستنيه طول عمري عشان اجوز بنتي وافرح بيها فيه، يبقى اليوم اللي انا مضطر اعمل فيه كل حاجه بسرعه عشان اداري الفضيحه. منك لله. يعني متاكد مفيش اي حاجه حصلت؟ رؤية بليز، لو في اي حاجه حصلت عرفني، وانا اي بروميس مش هقول لمروان. اوكي باي. ها طمنيني، قالك ايه؟ بيقولي مفيش حاجه حصلت وما يعرفش ماله. لا الولد ده عارف حاجه وبيداري على اخوكي. طب بس يا شباب نانسي، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ صباح الخير. ازيك يا شباب؟ ازيك يا راجل؟ اتفضلوا نفطر مع بعض. اتفضلوا. لا لا ملوش لزوم، احنا الحقيقه عايزينكم في موضوع مهم. موضوع مهم؟ خير؟ سيقين ايه يا لولا؟
سيبك بقى من التليفون دلوقتي وكلي قبل ما الاكل ما يبرد. غريبه قوي انه ما يردش يا ناهد. بعدين احنا اصلا متفقين نتقابل بعد الصلاه. مش بيقول لك في عماد صاحبه امبارح؟ تلاقي بس سهره خدته ونام وشه الصبح. يلا بقى ما تبقيش زنانه. يلا كل شويه بقى. يلا يا بنات شيلوا شويه بقى خلونا ننظف البيت. بتقلي النظافه؟ ما هو نضيف هو يا ماما ولا هو قد حلو السلام. بقول لك ايه يا نات؟ الصبح على الصبح ما تخلينيش اطلع جناني عليكي. بطلي حش بقى وتعالي نشوف ايه اللي ورانا. ماما انا هخلص الشاي باللبن بتاعي وهاكل وادخل اكمل نوم. النهارده اجازه الرحمه يعني. والله اجازه وانا كمان يا اختي اجازه. انا هخليها لك اجازه طويله ان شاء الله. هو انت مفيش حاجه معاكي؟ تيجي لما تقوم روح. ايه الاتنين قفلوا تليفوناتهم؟ يعني هرب مثلا؟ يا هشام الموضوع مش كده، اكيد هيرجع. هيروح فين يعني؟ هو انا مش ضمني هيرجع بعد قد ايه يا راجل؟ اوعدك يا هشام احل الموضوع ده اول ما يرجع وافهم منه ايه اللي حصل. تفهم منه؟ هو انت لسه هتساله وتفهم منه بعد اللي انا قلته لكم؟ هو انتوا مش مصدقيننا ولا ايه؟ لا يا نانسي، هو راجل ما يقصدش كده. هو يقصد يعني انه لما مروان يرجع نفهم منه الكلام ده حصل ازاي. الكلام ده ما يعنينيش في اي شيء. المهم بالنسبة لي ان الموضوع ده يتحل في اقرب وقت ممكن. ايه ده يا هشام؟ ما تقلقش. كل حاجة هتاخد وضعها الطبيعي. امتى؟ انا عايزة ميعاد. انا بقول لما مروان يرجع نعلن خطوبتهم. ان شاء الله حتى نعمل خطوبتهم مع خطوبة مالك ولينا. خطوبة ايه يا الهام؟ انت بتهزري؟ دول لازم يتكتب كتابهم في اقرب وقت. ده البنت ممكن تبقى حامل. راجي انا هستنى تليفونك تبلغني ان مروان رجع عشان نحدد ميعاد في اقرب وقت ممكن. عن اذنكم نانسي ما تخافيش، كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله يا الهام ان شاء الله. عن اذنك. نفسه وقعنا في مشكلة مفيش منها أي مخرج. أنا مش عارفة إزاي أعمل كده يا بابي، دول كانوا قاطعين مع بعض أصلاً. نطمن على ابني الأول وبعد كده يحلها ألف حلال. ها عملتوا إيه؟ مبسوط قوي انت؟ ايه ده حنان؟ بقول لك ايه؟ حنان مين؟ انت اللي ماشيه دي شبه واحده كنت اعرفها بالظبط اسمها حنان. دي حنان؟ اه. بصيش ما تبصش. بصيش ايه؟ طب يلا يلا نخش. بس يلا نخش الخيمه بتاعتنا. طب سيبني قد 8 دقايق كده وهرجع لك. 8 دقايق ايه يا علي؟ خش بس وبعد كده هنظبط كل حاجه. يلا بص. والله 8 دقايق بس. عمي 8 دقايق ايه محددهم انت قوي؟ خش يا عم خلينا نخش. انت ايه؟ الله دي خيمة. خيمة الله. طب فين دي؟ تعينا. ايه احنا مش قلنا هنيجي هنا نفصل بقى من موضوع الموبايلات ده والجو ده خالص؟ ماشي، بس انا بس عايز اطلب منك طلب. ممكن تفك كده وتفضفض وتقول لي كل حاجه مضايقك؟ افتح لي قلبك كده يا اخي. تصبح على خير يا علي. تصبح على خير ازاي يعني؟ قوم تصبح على خير كايه؟ نام يا علي بقى. تصبح على خير من انهي اتجاه؟ ان احنا في المغرب. أنا مش هنام في المغرب.
انا مش هنام ومش عارف انا هعمل ايه وممكن اعمل ايه لحد بعد المغرب. ممكن تنام يا علي. مش هعرف انام. طب التليفون طلب عن جمز اي حاجه جمز اتصل باخوك يا اخوك عامل لي راجل مهم وقافل لي التليفون وسايبني انا وانت من غير ولا مليم. اخسر التربيه فيك يا حسن. هيفتح يد ليكون المحروس اخوك. ما انت في موجود مين يا كريم؟ اوعى يا هذا اللي باشا عمر. افضل اننا نتكلم جوه. وماله؟ اتفضل يا باشا. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا يا باشا. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بيك. اتفضل يا باشا. خبر ابيض. نضيف يا باشا نضيف. عمر يا باشا. بص يا توفيق انا جاي لك في مصلحه ممكن تطلع منها بقرشين حلوين قوي يعيشوك باقي عمرك مستريح. وماله يا باشا حد يكره خصوصا ان الحاله دلوقتي مشفره على الاخر. بس لا مؤاخذه يعني مصلحه ايه؟ رسيني. افضل اننا نتكلم واحنا لوحدنا. اخفى ياد من هنا دلوقتي. لا لا مؤاخذه يعني ما تعرفناش. اسم الكريم ايه؟ مش مهم. مش مهم. المهم اننا ما نضيعش وقت بعض. انت هتسمعني ولا امشي؟ سامعك يا باشا. اشجيني. مقفول برضو يا خالته. يا بنتي يا بنتي خلاص بقى بطلي تتصلي. انا رايحه بكره الفيلا ويا خبر النهارده بفلوس. انا مش هصبر لبكره. انا هتجنن. خايفه لا يكون حصل له حاجه يا خالته. هيحصل له ايه؟ ده عفريت. استهدي بالله استهدي بالله واركزي كده يا بنت اختي. طب والنبي يا خالته تتصلي بمدام الهام وتساليها عليه. انا قلبي واكلني. ترابت انت على اخر الزمن هتشغليني مرسال بينك وبينه؟ لا والله مش قصدي. انا بس خايفه لا تكون مدام الهام او اي حد في البيت حصل له حاجه واحنا هنا مش دريانين. والنبي يا خالته انت هتغوشيني ليه؟ حياتي الو يا حبيبتي ازيك؟ الحمد لله كويسه كويسين الحمد لله. طب طب ماشي مروان. الا بالحق يا مدام الهام انا كنت بتصل على مروان كنت عايزاه في حاجه. تليفونه مقفول. هو عندك اكلمه؟ يرجع بالسلامة يا حبيبي يرجع بالسلامة ان شاء الله. بقول لك ايه؟ ما نفسكيش في حاجة اعملها لك؟ اجيبها لك معايا من السوق وانا جاية. طيب يا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. مسافر مسافر يا خيبة. فجأة كده؟ وازاي ما يقوليش؟ طبعا مش هيقولك. ده مروان والعجبه الكحليه كحل. انا مش مصدق وداني بقى. راجل ايه هو اللي جايب الواد حسن ابني عشان يعمل نفسه علي ابنه؟ شفت بقى. طب ازاي؟ اديني عقلك. طب يا باشا راجل ايه ينصب على نفسه ليه؟ ينصب على نفسه؟ ده انت طلعت غلبان قوي يا توفيق. هو بس بيلاقي لنفسه مخرج سكة عشان لما يقتل مراته إلهام بنت محمود دياب ابن حضرتك هو اللي يورث
وطبعا هو مأمن نفسه معاه ومضيه على ورق، يعني هو هياخد الميراث وهيدي لابنك قرشين كده يشبر نفسه بيهم. ده تكتيك ابلسه مش بني ادمين. وانا اللي كنت فرحان بالكام ملطوش اللي كان بيرميهم للواد حسن. هتاري اللعب على كبير. انا طلعت دغف وجحش سعادتك كمان. بس المؤاخذه يعني يا باشا، اما انت عندك علم بالحوارات دي كلها، ما طلعتش انت ليه بالمصلحه دي وجاي تقول لنا؟ تفتكر انا محتاج يا عم توفيق؟ سلام. شرفت وانس. الف سلام. بقولك يا توفيق، انت هتعمل اللي انا طلبته منك، واهم من ده كله ما تجيبش سيرتي لحد، فاهم؟ يا باشا انا لا شفتك ولا حتى اعرف اسمك ايه. سرك في بير. مع سلامه الله. شاطر يا توفيق، شاطر. لمؤاخذه يا باشا، يعني كنت عايز اسالك سؤال، اشمعنى انا بالذات اللي جاي تقول لي على المصلحه دي؟ يا عم مروان، ده افتكرتك يا عم رجعت مصر وسبتني هنا. اللهم صل على النبي. صباح الخير. صباح الخير يا علي. المكان الحلو ده، ميه وجبال صحراء وطيور نورس، تجميعة جامدة. عمرك ما طلعت سفرية بالمنظر ده كده في الشتاء؟ أنا عمري ما طلعت سفرية يا مروان، كانت أول مرة معاكم. لا تصدق، طلعت مرة واحد زميلي عندي في المنطقة يعني جاب لي شغلانة في الغردقة، فندق كان اسمه اللهم صل على النبي شيرجن برجر، أشجان البرجر. إيه ده؟ ألماني. ألماني برجر وكده. ألماني طبعا. بس ما ظبطتش الشغلانة، كان نفسي فيها قوي، مساعد طباخ، بس ما ظبطتش. وانت لسه على وضعك من امبارح، مش ناوي تغير وشك ده تعدله؟ بدل ما هو مقلوب مش هيظبط برضو؟ ما ظبطتش وشك ولا الشغلانه ولا ايه؟ الشغلانه ما ظبطتش. لا بصراحه ما جاليش قلبي يعني اسيب الواد كريم لوحده. تحب كريم انت عالية قوي حبيبي ده. هو انت بتشوفني ازاي علي؟ عايز ايه؟ شايفني ازاي؟ انا شكلي ايه قدامك يعني؟ بصراحة عشان لا بصراحة أقول بجد ومش هزعل. شايفك عيل صغير متدلع يعني، متعرفش تشيل مسؤولية، فاهم؟ ودايما عايز الناس كلها بص حواليك، الناس كلها شايفاك، ولو حد ضير بس وشه عنك تفضل تدبدب وتفرك في الأرض لحد ما الناس تبص لك تاني. وأنا وحش قوي كده علي؟ مش وحش بس انا لما قربت منك حبيتك جدا، واعتبرت يعني اعتبرتك اخويا، وحسيت كمان ان احنا متربيين مع بعض وان احنا قد كده. بس انت عيل متدلع، ايدك ناعمه يعني،
فاكر ان انت عندك هموم الدنيا كلها، مع ان في حقيقه الامر انت ما عندكش هموم ولا حاجه. مروان عندك موتوسيكل. ايه يا ابني ده؟ زعلت؟ زعلت ليه بقى؟ زعلت ليه وانت قايل انك مش هتزعل؟ عشان انت عيل يا عيل يا عديم المسؤوليه يا حيوان. ما تهدى يا علي. لا انت حيوان وعيل. ما تهدى يا علي في ايه؟ والله العظيم هقوم لك. تقوم لي؟ ايه ده؟ تقوم لاخوك الكبير يا مروان؟ يا علي في ايه؟ في ايه مالك؟ حط كلت عيالة. قلبي عايز اسعف. اسعف ايه يا ابني؟ صحراء مش هينفع. صحراء خالص، مش غير. يلا ننزل الميه. ايه ده؟ يلا ننزل الميه. لا 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 بتعمل ايه يا ابني؟ استنى، الميه دي مش للنزول. مش للنزول ازاي يا ابني؟ يا ابني ما تقلقش، مش للنزول دي. بتيجي تقعد كده وتشوف البحر والشمس والحاجات، هتنزل تروح فين؟ ازاي يعني ميه مش للنزول؟ مش للنزول يا علي. ميه يعني نزول، ميه يعني بلبطه، ميه يعني عوم، يعني سباحه. سباحه؟ ميه يعني ميه. مش بقى مش دي، مش الميه دي بقى اللي بننزل نسبح فيها، مش هي دي الميه. بنيجي نقعد نحط البتاع مش عارف اسمها ايه دي، ونحط كده ونقعد بس. فيهاش يعني سباحه. شم بقى شويه هوا حلوين. تمام. يا سفريه عكنانه من اولها. عايز تنزل؟ مش عايز يا عم زفت. عايز اروح بيتنا. بيتنا؟ انت مجنون يا جدع انت؟ انت عايز تموت نفسك؟ صباح الفل يا هاني. صباح الفل يا راجل باشا. لا مؤاخذة باشا كده، اصل في موضوع مستعجل قوي على السريع. بعدين بعدين خد دول دلوقتي. يعطيك ما يحرمك، يخلي لك الست هانم والبيه الكبير. إله يرزقك يا رب، قادر يا كريم، يخلي لك كل حاجة حلوة في الدنيا. يعطيك ما يحرمك يا باشا، كتر ألف خيرك. يرزقك يا رب. بابي، وحضرتك تعرف الراجل ده منين؟ ده كان شغال عندنا في الشركة وحصلت له حادثة فساب الشغل. بيعدى عليها كل فترة كده اديله قرشين. اطلع رمزي. الراجل اللي اسمه توفيق كان واقف تحت قدام الشركة يا فريد. بابي طلع عارفه. تخيل يا أنكل كمال، توفيق ده كان بيشتغل عندنا زمان في الشركة، عشان كده فريد اختار حسن عشان يعرف باباه. بس مش كل مرة تعدي يا فريد، لازم تقطع رجل البني آدم ده من هنا خالص. أنا مش ناقص مصايب. من فضلك يا أنكل، لازم تروح له وتتكلم معاه. طيب يبقى بلغني عملت ايه معاه. بابا بقول لك ايه، هتاكل شويه فراخ عمرك ما اكلت ولا هتاكل في حياتك زي يوم تاني. يا عم ما تتنططش قوي كده، شكلنا هنرمي الاكل ده كله للسمك اصلا. انت قلت ايه؟ يا علي في ايه؟ انت قلت ما تتنططش؟ ليه؟ عشان انت بتشوي عادي وشكلنا هنبوظ الاكل ده كمان. يعني ازاي بتقول حاجه زي كده؟ وانا مش قلت لك ان انا جالي عقد احتراف كمساعد طباخ في الغردقه وانا اللي رفضت؟ اللي هو بتاع اشجن برجر؟ طبعا. وانت هتفضل مبلم لي كده في الاكل؟ تعمل لك ايه يعني؟ هتفضل باصص لي في اللقمه؟ تعمل ايه؟ خد. عم بيهم ايه دول؟ بارزني يا مروان، بارزني. ما تسيخ الفراخ يا مروان، سيخ الفراخ. حاضر اسيخه. بس على الهادي يعني. يا علي في ايه؟ علي. بقولنا طيب. الله، هي مين؟ فريد باشا؟ يا اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا، بيتك ومطرحك. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا يا باشا.
ايه يا باشا؟ جات لك الجرأة يا كلب انت انك تروح لراجل شركته وتقف قدام عربيته وتقول له عايز اتكلم معاك؟ يا باشا هتخيلي الله، استهدى بالله بس وانا هلعب فيك. ايه تفهمني؟ انت هتصاحبني ويبقى في بيني وبينك كلام؟ انت صرصار افعصك بجزمتي يا باشا. ما انا جيت لك قلت لك عندي معلومات على الواد اللي اختفى وانت ما عبرتنيش. اه فبتلوي دراعي وبتروح للراجل ايه؟ صح العفو يا باشا. هي العين تقال عن الحاجب. انا اصلي اصل انا ابن حلايا يا باشا، وامي دعيت لي قبل ما تموت. الكام معلومه اللي كنت حاولهم لك واخد من وراهم قرشين وانت ما رضيتش، ربنا رزقني بمعلومه جديده تخليني اخد من وراهم كنز من عند راجي باشا. خش في الموضوع احسن لك. طيب يا باشا بس استهدى بالله كده وانا افهمك. انا هقول لك على الحوار كله، الحوار بقى عوق وانت وراجي بيه رجليكوا غارزه فيه على الاخر. اهدى يا باشا، اهدى يا باشا وانا افهمك. فاضل يا باشا استريح، فاضل يا باشا استريح. أنا هرسيك يا باشا على الفولة من أولها لآخرها. قول. عايز يلبسك في الحيطه توفيق. ها بقول لك ايه؟ انا مؤاخذه يا باشا، يا ريت بقى سعادتك تبلغ راجي بيه قول له ما كانش هيشتري سكاتي انا هبعبع بالكلمتين دول لمحمود بيه. لا وليه توفيق تبعبع لمحمود بيه؟ انا هتفق مع راجي بيه يديك الفلوس اللي انت عايزها لان ده حقك ولازم تاخده. النبي الله الله الله. بقول لك ايه؟ هاي ايه؟ جرب كده. الفراخ بتقول ايه؟ والكفته بتقول ايه؟ واو جميل. لا مش شغال انفع طباخ يا عبير. خطير؟ دلوقتي الطحينة انت عارف قد ايه انا مهل. انت هتفضل متنحلي كده تاكل يا ابني معايا؟ كل انت؟ انا تمام، مش جعان يعني. وايه اللي مش جعان؟ ما احنا قاعدين شقيانين من الصبح. ها بص كنت شيخ؟ لا خليه انا هاخد. خلاص انا ماشي حاضر. بقالي كتير قوي ما اكلتش كده، هيست من كتر الاكل. انا هسألك على حاجه، انت بتعرف تطبخ؟
انت بتعمل حاجات كتير قوي يا ابني. علي 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 انت كويس؟ طب اجيب لك فوار؟ الاكل حلو قوي. ايه؟ ايه ده؟ اشربوا يا سيدي. احطها وانا هشرب بعد الرضاعه اللي انت عملتها دي. احطها.